طول الوقت وإحنا نفكر إنه هذول مش مطولين، أنا عابرين. تذكروا الجلبي أخذ المفتاح طوله للأسف. أنا مين؟ سألت حالك هذا السؤال؟ إنه إحنا مش موجودين، يعني أنا مثلا ما اعتقلت. إيه؟ هي صعبة نفسيا كانت، يعني صرت أخاف أقرب على اللوحة. فرجعونا من المطار، مش بس أنا، كل الفنانين. بطيخة بلشت من عندك، يعني شو هالدولة اللي خايفة من بطيخة؟ سليمان منصور رائد ومحدث وصاحب هوية وموقف، هل تمكن المحتل من ريشته أم لا شيء مستحيل؟ لا شيء مستحيل يأتيكم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت القدس الشريف.